سلام، اليوم راح ندير تشيز كيك بالشوكولا، يعني بزاف بنين هذا التشيز كيك. ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير، نحتاج علبه تاع البسكويت 200 غرام، 100 غرام تاع الزبده الذايبه، ومغرف كبيره تاع الكاكاو. بعد ما رحيت البسكويت راح نضيف له الزبده والكاكاو ونخلطهم، وراح نحطهم في المول ونضغط عليهم بكاس كما راكم تشوفوا في الفيديو. وراح نحط المول في الثلاجة الوقت اللي نوجد فيه الخليط. وراح نجيب ورقة تاع الجيلاتين وراح نحطها في ماء بارد وراح نخليها حوالي نصف ساعة. وهنا نحتاج 12 علبة تاع لي بيتي سويس او الياغورت الطبيعي، مغرف صغيرة تاع لافاني سائلة، كاس الى الربع تاع السكر اون بودغ. وهنا راح نجيب علبة تاع الكريمة المكثفة وراح نطلعها بالميكسور. بعد ما نطلعها راح نضيفها للخليط. وهنا بعد نصف ساعة راح نحي الجيلاتين وراح نحطه في حوالي 3 مغارف كبار تاع الحليب يكون سخون، وراح نخلطهم مع بعضهم ونضيفهم للخليط. وهنا راح نستعمل حوالي كاس تاع الشوكولا وراح نضيفه للخليط. وللتزيين راح نستعمل شوكولا مذوبة وراح نديرها بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها بلا فيديو. وراح نحط المول في الثلاجة من 3 إلى 4 سوايع.